اهلا بكم قراء ومتابعي اليوم السابع، اهلا بكم مشاهدي تلفزيون اليوم السابع. انا اسامه طلعت اكون معاكم في لايف جديد قبل مباراه منتخب مصر والسنغال بدقائق. طبعا كلنا عارفين ان الكابتن ساديو ماني هو نجم السنغال الاول، مبسوط كده طبعا، ونجم ليفربول الثاني الاول الثاني الثاني طول عمره الثاني. طبعا انت عارف ان منتخب مصر كان مشهور بحاجه قديمه قبل كده اللي هي باسل صلاح. باسل صلاح انت النهارده لازم تواصل صلاح، ما بتبصوش في ليفربول، ما بتبصيش في ايوه عبد الرحمن اشهر واحد او اكتر الناس شبها بساديو ماني، يمكن مش في مصر بس، يمكن في السنغال كمان. كلمنا بقى يا عبد الرحمن عن الشبه ده واكتشفته ازاي والناس عرفته ازاي. ان ساديو ماني طبعا لعيب محترم جدا ويتقدر. الفكره كلها ان انا ما كنتش متابع الكوره، فابتديت اتابع الكوره شويه لما اصحابي بقى قالوا لي انت شبه ماني وساديو ماني وكده، فهم طلعوا عليا الموضوع بتاع ماني ده. فانا قلت لا انا لازم ايه اروح اتفرج على ماتش بقى، فاتفرجت على ماتش فعلا. استغربت، الموضوع كان غريب اصلا، اللي هو ايه ده؟ ده شبه بالظبط يا جماعه ده. خلاص بقى هم قالوا لا انت اسمك ماني، يعني انا اسمه بودي، هم قالوا لا انت خلاص بودي ماني بقى، اللي هو خلاص بقى انت بقيت شبهه. عبد الرحمن النهارده انت بقى اكيد بعد ما عرفت الشبه اللي بينك وبين ساديو ماني بقيت بتتابعه على طول. بقيت اتابع طبعا كل النهارده بقى انت شايف الماتش ازاي وساديو ماني هيلعب قدام صلاح؟ انا شايف ان هو في يعني في كذا اكشن ما بينهم كده في الليفر، سبب ان ده عايز يبقى الهداف، ده عايز يبقى احسن لاعب، وده بس ايه النهارده الموضوع الماتش هيكون كويس والماتش هيكون حماسي جدا، لان هما الاثنين صلاح عايز البطوله وماني طبعا عايز البطوله، ودي طبعا يعتبر البطوله الاولى للسنغال والثامنه لمنتخب مصر منتخبنا. فان شاء الله يعني احنا هنشوف ماتش كويس، وانا يعني انا عايز اتفرج الصراحه على الماتش متشوق جدا، الماتش هيكون جامد جدا. قلت لي انت اكتر واحد اصلا عايز مصر تكسب، يعني ما كلنا عايزين مصر تكسب، اشمعنى انت اكتر واحد عايز مصر تكسب؟ انا عايز مصر تكسب عشان اعرف امشي في الشارع، الموضوع هيبقى صعب عليا كده. لا قدر الله السنغال لو عملت حاجه الناس كلها هتطلعوا في سد. لا انا كده بقى اختفي بقى، انا كده اختفي بقى، اروح بقى انام بقى اعمل اي حاجه، المهم ان انا ما انزلش الشارع ما اظهرش في اي حته. واحنا جايين الجيم هنا الناس كلها يعني ايه كانت بتبص عليك، انت بتتابع ده ازاي؟ اللي هو احنا عايزين مكسبنا النهارده، طب باسل صلاح وكسبنا النهارده، مش عايزين نخسر النهارده، طبعا مع احترام المصريين طبعا لازم نتمنى، يعني هتفرق جدا طبعا معانا الصراحه. انت نفسك ايه اللي يتم النهارده في المباراه؟ النهارده هيبقى ماتش صعب طبعا. ماتش صعب. طبعا كساديو ماني بحذرك بكلمه واحده، امام عاشور النهارده ان شاء الله، فانت ونصيبك. شايف الماتش هيمشي ازاي؟ شايف ساديو ماني حد هيقدر يكتفه في الملعب؟ يعني بما انك يمكن من اكثر الناس اللي بتتابع ساديو ماني بس كمان. هو في امام عاشور، هو ما بيلعبش في المكان بتاعه، بس ممكن يعني يسندوا منعم مثلا. منعم تاني مش هيلعب الماتش ده؟ مش هيلعب عشان انذارين. وجنش برضو؟ لا مش معانا جنش خالص. تمام. طيب قول لي، شايف كروش واللي عملوا الماتش اللي فات عشان الحكم او العصبيه اللي كانت حاصله دي، انت كنت اكيد متابع الماتش، كنت متابع كنت بتفرج على الماتش. والحكم الصراحه ظالم قوي جدا بقى، اللي هو طب ليه؟ طيب اي حد بيتكلم بيديله انذار، اي حد بيتكلم بيديله انذار، مش كده يعني، مش كده. ده حتى وائل جمعه خد انذار، امال لو كان بيلعب مثلا. وائل جمعه خد انذار، كروش خد طرد. كروش خد طرد، ما هو تقريبا كروش خد طرد عشان والنني يكلمه راح مديله انذار، فهو كان 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 عايز كده يخسر المنتخب، يعني هي واضحه جدا ان هم مش عايزيننا في البطوله. طيب المباراه النهارده مصر والسنغال، صلاح وماني، تتوقع مين فيهم هيحرز هدف النهارده؟ توقع مش تمني، يعني انت كلنا بنتمنى ان صلاح اللي اكيد، بس كلنا نتمنى صلاح يجيب طبعا كذا جون، مش جون واحد، جونين. يا ريت يعني يبقى 2-1 ان شاء الله، على الاقل ان شاء الله كده بأمر الله. كلنا نأمل ان صلاح ان شاء الله يجيب بدل الجول الاثنين. وعايز الدفاع يشد حلو النهارده شويه عشان ماني صعب طبعا، يعني ماني صعب. ده تحذير من ساديو ماني المصري
لمدافعي منتخب مصر رقبه سدي ومنين صعب جدا يا جماعه، ده نوع صعب صعب جدا. اسد الترنجه بينتلك في الملعب. فهو ان شاء الله يعني الدفاع يعرفوا يسيطروا على ماني، يسيطروا على طبعا ادريس جاي، وصلاح بقى يعني خلي باله من كوليبالي، يعني صلاح عايزين صلاح يبعد عن كوليبالي عشان كوليبالي في الالتحامات صعب برضو، طبعا كوليبالي لعيب كبير، فعايزين صلاح نبعد عن النقطه دي. يعني انا مش عارف ازاي بس ان شاء الله يعني كله بامر ربنا ان شاء الله، يعني كله بامر الله باذن الله. بشكرك عبد الرحمن، عبد الرحمن بير هيرجع للتمرين تاني. ارجع بقى للتمرين يا جماعه. زي ما حضراتكم تابعتم، ساديو ماني المصري بيتمنى الفوز لمنتخب مصر ولمحمد صلاح. تمنى مصريين. اشكركم، انا اسامه طلعت كنت معاكم في لايف جديد، وكل التوفيق والتمنيات الحلوه لمنتخب مصر ان شاء الله. شكرا لكم.